وللحديث أكثر عن تأثير تأجيل المحكمة الاتحادية البت بالجلسة الأولى للبرلمان إلى يوم 25 من الشهر الجاري في صراع الميليشيات على المناصب في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم. تحية لك شيخ أحمد. يعني بداية، بعد أن أجلت المحكمة الاتحادية البت في مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان، السؤال هنا إلى أي مدى ترى أن وتيرة الصراع بين الميليشيا ستتصاعد في الأيام المقبلة؟ حياكم الله وبارك الله بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الأربعاء بتأجيل البت بدعوى الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان حقيقة، والعراقي يعيش وسط توترات سياسية وأمنية بعد نتائج الانتخابات الحقيقة البرلمانية المبكرة، وبعد خسارة الميليشيات الولائية لهذه الانتخابات، وذهاب الكتل الفائز الحقيقة لتشكيل حكومة أغلبية، وإبعاد هذه الميليشيات الولائية من هذه الحكومة، فلا بد أن يكون هناك رد لهذه الميليشيات الولائية والتي هي ترفض التخلي وبسهولة عن النفوذ الكبير والسلطة التي اكتسبتها خلال تقريبا 18 سنة من حكم العراق. وهذه الميليشيات الحقيقة هي مرتبطة ارتباط مع إيران، وقادتها جميعا مرتبطين مع إيران، وهي تسعى إلى، فلا بد أن تسعى إلى تصعيد وتيرة الصراع من أجل حصول، من أجل إشراكها في حكومة توافقية، وكذلك من أجل الحصول على المناصب والسيطرة على السلطة وعلى الموارد المالية للعراق. والأهم الحقيقة من كل هذا هو حقيقة هو استمرارها لتنفيذ المشروع الإيراني التوسعي في العراق، لأنها هي اليد التي تستخدمها إيران في الاعتداء على دول المنطقة من جهة، ولتأكيد نفوذ إيران الإقليمي في خضم هذه الصراعات القائمة مع أمريكا ودول الخليج، وأساسا لإظهار قوة ضغط للتفاوض لإنهاء أزمة الملف النووي ورفع العقوبات الأمريكية. ومن أجل كل هذا حتما سوف تسعى إلى تصعيد وتيرة الصراع في قادم الأيام. سيد أحمد، اليوم وكالة فرانس بريس في تحليل لها لظاهرة التفجيرات التي ضربت بغداد في الأيام القليلة الماضية بأنها قالت تأتي في سياق استمرار العنف الذي يلي كل دورة انتخابية. السؤال هنا، هل بات العنف اللغة للحوار بين شركاء العملية السياسية على حد اعتقادك؟ نعم، بالتأكيد بالتأكيد، كل المؤشرات والمعطيات التي نراها ونشاهدها وكل الدلائل تشير أن العنف والتصعيد ديدن هذه الميليشيات التي حكمت العراق من عام 2003 لحد الآن. وأن العراق يعيش الآن حالة من الفوضى والانفلات الأمني وانتشار كبير لهذه الميليشيات الولائية، وأن العراق يعيش صراع بين من يحكم العراق اليوم على المناصب والمغانم. هذه الحقيقة الميليشيات تسعى على المناصب والمغانم وسرقة قوت الشعب، وأصبحت هذه الميليشيات الآن سيفا مسلطا على رقاب العراقيين، ولهذا يعني هذا ديدن الميليشيات الولائية التي شيخ أحمد تحكم العراق هذه الأيام. على الرغم من الزيارات المكوكية لقاني لبغداد ولقائه بالميليشيا، إلا أن المواقف الخاصة بالميليشيات لم تتغير. بما تفسر هذه الحالة، وهل تفلت ذمام الأمور من يد طهران؟ الحقيقة زيارة أقاني للعراق وهي زيارة غير مرحب بها من العراقيين حقيقة. هذه الزيارة جاءت من أجل توحيد مواقف البيت الشيعي ومحاولة جمع ما يسمى الإطار التنسيقي الخاص للانتخابات مع كتلة الصدر الفائزة بالانتخابات، ويسعى كذلك لردم الفجوة بين القوى الشيعية لتشكيل جبهة تتولى تشكيل حكومة توافقية بين قوسين حقيقة على غرار الدورات السابقة. ومن وجميع المحاولات التي بذلها قاآني باعت بالفشل بعد خسارة الميليشيات الولائية لإيران الانتخابات، وخسرت هذه الميليشيات حقيقة وإيران بالضبط قواعدها الشعبية في العراق. فبدأت إيران تشعر بالقلق تجاه هذه النتائج الغير محسوبة من طرفها، وبدأ نفوذها يتراجع في العراق ولا تتمكن السيطرة عليه، وشعرت أن هناك تغيير كبير في خطة الحكم في العراق، وأن جميع أوراق إيران أصبحت الآن مكشوفة
في العراق وللشعب العراقي، ولا يمكن أن تمرر عليه هذه الأوراق الخاسرة. نعم. إلى السؤال الأخير شيخ أحمد، يعني معهد ستراتفور الأمريكي بدوره يعني وصف وساطة قآني بالفاشلة وأنها تكشف حجم الخلافات بين الأحزاب ومن ثم الميليشيات، باعتقادك هل سيخرج الصراع عن طوره السياسي إلى ما هو أبعد بعد التفجيرات الأخيرة؟ نعم، نحن نعلم جيدا أن الميليشيات الولائية أصبحت الآن دولة داخل دولة، وأن نفوذها وإمكانياتها تفوق سلطة الدولة وقواتها الأمنية. وإذا ذهب الصدر في تشكيل ما يسمى حكومة أغلبية وعدم إشراك الميليشيات الولائية الخاصة في الانتخابات، سيكون حتما هناك نزاع مسلح، وخاصة بعد التهديد الواضح من قادة الميليشيات الولائية باستخدام السلاح، وهذا سوف يجر البلاد إلى الفوضى الحقيقة، ويهدر وتهديد السلم الأهلي للقطر. نعم. الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم، شكرا جزيلا لك.